بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية، نستأنف مع الحوار الذي رأيناه في المسابق مع سيباستيان عندما نادت عليه المديرة وكلفته باستقبال ابن الزبون الياباني. عند عودة سيباستيان إلى مكتبه سيدور بينه وبين ماجي رفيقتي في العمل الحوار التالي. إذن سيتياسيون الوضعية دو روتور ا سون بوست دو ترافاي، في العودة لمكان عمله. دو روتور à son poste de travail، في العودة لمكان عمله. سيباستيان explique la situation. إذن سيباستيان يشرح الوضعية. à ماجي، لماجي يشرح الوضعية التي وجد فيها كما نقول à ماجي. من تكون ماجي؟ sa collègue et amie. إذن هي زميلته، يعني هي زميلته في العمل، ثم هي صديقته. De retour à son poste de travail, Sébastien explique la situation à Magi, sa collègue et amie. Et de ماذا قالت له ماجي عندما رأته يأتي كئيبا؟ عندما رأته كئيبا حزينا، ماذا قالت له؟ Eh bien, tu en fais une tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, كما نقول جيد، tu en fais une tête. يعني أنت تفعل منها رأسا. هذه العبارة تعني أنك كئيب. Tu en fais une tête. ففي تعريف عبارة فاغ لا تيت فاميلي، استعمال هاد العبارة في المجال العامي، المقصود بها مونتخي دو مي كونتونتمون تو ريستون سيلونسيو باسيف. إذن مونتخي دو مي كونتونتمون يعني أنك تظهر الحزن تو ريستون تبقى كليا تو أون ريستون، كما نقول أنك باقيا بشكل كلي. المقصود أنك تبقى بشكل كلي. سيلونسيو صامتا، سيلونسيو صامتا. باسيف يعني أنك سلبي، يعني أنك لا تفعل شيئا. باسيف سلبي، المقصود أنك لا تفعل شيئا. إذن فاغ لا تيت المقصود بها فاميلي طبعا عاميا مونتخي دو مي كونتونتمون، يعني أنك تظهر الحزن تو أون ريستون سيلونسيو، باقيا بشكل كلي، يعني أنك تبقى بشكل كلي. سيلونسيو صامتا، باسيف يعني سلبي، المقصود أنك لا تفعل شيئا. إذن فاغ لا تيت المقصود بها مونتخي دو مي كونتونتمون تو ريستون سيلونسيو باسيف. عندما نقول تي اون في لا تيت المقصود بها تي مونتخ دو مي كونتونتمون، يعني أنك تظهر الحزن تو ريستون سيلونسيو، وأنك تبقى بشكل كلي صامت باسيف، وأنك لا تفعل شيئا. مثلا عندما نقول اي بيا جولي با ميسكلي تي اون في ان تيت، اي بيا جولي با ميسكلي تي اون في ان تيت، نتكلم مثلا مع صغير نقول له اي بيا جولي با ميسكلي تي اون في ان تيت. اذا جيد يا صاحب الدراع المعضله، المقصود ذات عضلات، تي اون في ان تيت، اذا نراك كئيبا، نراك كئيبا مثلا تي اون في ان تيت. اذا جيد يا صاحب الدراع المعضلة ذات العضلات، يعني أنت تفعل حزنا كما نقول تيون فين تيت، تبدو حزينا، أنت تبدو كئيبا. إذا نفس الشيء الذي قالته ماجي هنا لسيباستيان، إذا هي تريد أن تعرف سبب حزنه. قالت له إي بيان تيون فين تيت، جيد أنت تبدو كئيبا. كيسكي تاغيف، ماذا حصل لك؟ كيسكي تاغيف ماذا حصل لك؟ كما لو تقول ماذا وصل لك؟ طبعا لو فيرب أريفي المقصود به وصل، لاريفي يعني الوصول، هنا لو فيرب أريفي يعني أحيانا حصل. كيسكي تاغيف، ماذا حصل لك؟ يقول سيباستيان مادام بوغراب ما شارجي داكيير أن كليون أمبورتون، مادام بوغراب ما شارجي داكيير أن كليون أمبورتون، إذا السيدة بوغراب ما شارجي يعني أن كلفتني. سلوفير شارجي يعني أنك تشحن مثلا شاحنة أو أنك تكلف. إذا لوفير شارجي يعني هذا، مادام بوغراب ما شارجي داكيير أن كليون أمبورتون، إذا السيدة بوغراب ما شارجي يعني أن كلفتني داكيير لاستقبال أن كليون أمبورتون يعني زبون مهم. إذا السيدة بوغراب كلفتني باستقبال زبون مهم. مادام بوغراب ما شارجي داكيير ان كليون امبورطون، تسال ماجي تي بارل دو ديريكتور دو سوزوكي كوربوريشن،
Tu parles du directeur de Suzuki Corporation. أنت تتكلم عن مدير اتحاد سوزوكي. Tu parles du directeur de Suzuki Corporation. Sébastien, oui, enfin, نعم, enfin, في النهاية. De son fils, oui, كأنه يوافقها ثم يقول له, enfin, في النهاية. يعني أقرب مما تقولين. Enfin, de son fils. في النهاية يتعلق الأمر بابنه. Je dois, يتوجب علي, m'occuper, أن أنشغل أو أن أهتم. De son séjour, بإقامته. Je dois m'occuper de son séjour. يتوجب علي الاهتمام أو الانشغال بإقامته. Il arrive lundi. هو يصل الاثنين. Il arrive lundi. هو يصل الاثنين. C'est le verbe arriver. هذا le verbe arriver يعني فعل وصل. ثم تقول ماجي Eh bien, quel honneur. جيد. أي شرف. يعني لك شرف كبير أن يحصل لك هذا. Quel honneur. Ce n'est pas à moi qu'on demanderait des choses aussi importantes. Ce n'est pas à moi. ليس لي أنا. Qu'on demanderait. بحيث يطلبونني. Ce n'est pas à moi. إنه ليس لي أنا. Qu'on demanderait. بأن يطلبوني. Des choses aussi importantes. أشياء كهذه مهمة. المقصود أنا التي لم يطلبوني في مثل هذه الأشياء المهمة. هنا ماجيك أن تظهر شيء من التأسف كما نقول كونها لم يطلب منها أن تقوم بمهمات مهمة كهذه التي حصل عليها سيباستيان. إذن تقول له أيضا Tu parles japonais. Tu parles japonais. أنت تتحدث الياباني. Eh bien quel honneur. Ce n'est pas à moi qu'on demanderait des choses aussi importantes. Tu parles japonais. Eh bien quel honneur. Ce n'est pas à moi qu'on demanderait des choses aussi importantes. Tu parles japonais. جيد. أي شرف هذا. إنه ليس لي أنا التي لم يطلب مني شيء مهم كهذا. Tu parles japonais. هل تتحدث الياباني؟ هل تتحدث اللغة اليابانية؟ ثم يقول سيباستيان un peu قليلا. Un peu قليلا. Mais pas suffisamment pour tenir une conversation professionnelle. نقول عن شيء بأنه suffisant يعني أنه كافي. Pas suffisamment ليس بشكل كافي. Pour tenir. طبعا لو verb tenir يعني أنك تأخذ مثلا باليد. نتكلم عن tenir. Tien يعني خذ. Tenir يعني أنك تأخذ باليد. هنا تأتي بمعنى كمل أنك تأخذ بزمام أمر. كمل أنك تأخذ بزمام المحادثة كما سنرى. إذن pour tenir une conversation. لكي أخذ حوارا. Professionnel. La profession يعني المهنة. La profession يعني المهنة. إذن professionnel مهنيا. يعني الكلمات التي أتوفر عليها في اليابانية ولا تكفي لأخذ حوار مهني. يعني هذه الكلمات اللي عندي ما غتمكننيش باش ناخذ واحد الحوار مهني انه يكون متقون. اذا يقول لها سيباستيان ان بو قليلا مي با سوفيزامون بور تونير اون كونفرساسيون بروفيسيونيل ولكن ليس بشكل كافي لاخذ حوار مهني. ماجي سي ديجا بيان انه من قام جيد. المقصود بان هذه الامور جيده. اذا المقصود بان هذا المستوى هو جيد. C'est déjà bien. إنه من قبل جيد. Tu pourras toujours utiliser l'anglais si ça coince. أنت تستطيع أن تستعمل الإنجليزية si ça coince. إذا هذا تعقد. المقصود إذا تعقد الأمر. إذا تعقد الأمر يمكنك اللجوء إلى الكلام بالإنجليزية. طبعا عندنا هنا لو فيرب كوانسي. كما نلاحظ أنها تتضمن كلمة كوان. كوانسي المقصود به فيكسي افيك دي كوان. يعني أنك تثبت بزوايا كما نقول. يعني أنك تثبت شيئا من خلال زواياه. أو بيان إيموبيليزي كيلكا. موبيليزي المقصود بأنك تحرك. أنك تستنفر المقصود أنك تخلق حركة من خلال استنفار. إيموبيليزي عكسه يعني أنك تثبت. إيموبيليزي كيلكا يعني أنك تثبت شخصا. إذن هاد الكلمة تأتي في معنى كوانسي. كوانسي المقصود بها فيكسي افيك دي كوان أو بيان إيموبيليزي كيلكان. يعني أنك تثبت شخصا دون حركة. هنا عندنا سي ساكوانس إذا هذا تعطل. سي ساكوانس إذا تشكل الأمر. Tu pourras toujours utiliser l'anglais سي ساكوانس. أنت دائما يمكنك استعمال الإنجليزية سي ساكوانس إذا كان هناك مشكلة. إذا واجهتك مشكلة في استكمال الحديث
باليابانية يمكنك دائما اللجوء إلى الإنجليزية. إذن سي ديجا بيان، إنما القبل جيد، المقصود بأن هذا الذي تعرفه هو جيد. تي بوغا توجور يوتيليزي لونغلي سي سا كوانس، يمكنك دائما اللجوء إلى الإنجليزية إذا كان هناك مشكل. إي بيان كاسكو تي أتون بور تو ميتر أو ترافاي، كاسكو تي أتون ماذا تنتظر؟ إي بيان جيد، كاسكو تي أتون ماذا تنتظر؟ سي لو فيرب أتوندر، هذا لو فيرب أتوندر، هذا فعل انتظر. كاسكو تي أتون ماذا تنتظر؟ pour te mettre au travail، لتضع نفسك في العمل، المقصود لتبدأ في العمل. pour te mettre au travail، لتضع نفسك في العمل، المقصود لتبدأ في العمل. إذا جيد، إذا ماذا تنتظر لتبدأ العمل؟ إي بيان كاسكو تي أتون pour te mettre au travail سيباستيان؟ سي كو جو ني جامي في سا موا، تي بوغي مو دوني ان كو دو مان؟ جو نو سي ميم با بار كوا كومونسي. سي كو إنه بأن، سيك إنه بأن ثم جوني جامي في سموا، سيك إنه بأن جوني جامي في سموا، سيك إنه بأن ثم عندما نكمل الجملة فنعرف بأن الحديث هو عني أنا، إذن فيصبح المعنى سيك إنه بأنني، إنه بأنني سيك جوني جامي في سموا، إنه بأنني لم أفعل هذا بالمرة أنا، سيك جوني جامي في سموا، أنا لم أفعل هذا مطلقا أنا، أنا لم أقوم بمثل هذا العمل مطلقا أنا. Je n'ai jamais fait ça moi. ثم tu pourrais me donner un coup de main. أتستطيعين tu pourrais c'est le verbe pouvoir. أتستطيعين me donner un coup de main. طبعا كو ممكن أنها تعني ضربة، طلقة نارية، ممكن أنها تعني صدمة، ممكن أنها تعني مرة، ممكن أنها تعني جرعة، إذا ممكن أنها تعني كل هذه الأمور. إذا نتكلم عن كو، طبعا عن كو دما كما نتكلم عن دفعة يد، عن كو دما كما نتكلم عن دفعة يد، المقصود مساعدة، المقصود مساعدة. تي بوغي مو دوني عن كو دما، أتستطيعين إعطائي مساعدة؟ جو نو سي ميم با بار كوا كومونسي، أنا لم أعرف حتى بماذا أبدأ. جو نو سي ميم با، أنا لا أعرف حتى بار كوا كومونسي، بماذا أبدأ. ثم تقول ماجي بون commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire durant son séjour. Vérifie toutes les informations relatives à son arrivée. Heure d'arrivée, numéro de vol, aéroport, réserve un hôtel. Note toutes les réunions prévues dans l'entreprise. Prépare une de sortie en fonction de la météo. Prépare une de sortie en fonction de la météo. Idem. Bon, commence par faire la liste. Idem. Ibda bifi'l al-qa'ima. Bon, commence par faire la liste. إذن ابدأ بفعل القائمة، المقصود ابدأ بكتابة القائمة دو تو سو كو تي فا دوفوار فير، لكل ما يتوجب عليك فعله. هنا لم تقل ماجي دو تو سو كو تي فا فير، دو تو سو كو تي فا فير، لم تقل له اكتب كل ما ستفعله. هنا ماجي لم تقل كومونس بار فير لا ليست دو تو سو كو تي فا فير، إذن افعل قائمة لكل ما ستفعله، بل قلت له commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire. هنا قلت له افعل قائمة، المقصود اكتب قائمة لكل ما يتوجب عليك فعله. commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire. De tout ce que tu vas devoir faire durant son séjour. Durant son séjour. أثناء إقامته. أثناء إقامته. Durant. Son séjour, atna'a iqamati. Bon, commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire durant son séjour. Idan, ibda bi fi'li qa'imat kul ma yatawajjab alayka fi'lahu. Al-maqsoud, ibda bi kitabat qa'ima li kul ma yatawajjab alayka fi'lahu. Vérifie toutes les informations relatives à son arrivée. Vérifie, yani fattish ou ibhat, vérifie toutes les informations, يعني في كل المعلومات relative المتعلقة à son arrivée المتعلقة بوصوله. إذا المقصود ابحث عن كل المعلومات المتعلقة بوصوله. Vérifie toutes les informations relatives à son arrivée. ابحث في كل المعلومات المتعلقة بوصوله. Heure d'arrivée, heure d'arrivée, ساعة الوصول مقصود وقت الوصول. Heure d'arrivée, ساعة الوصول مقصود وقت الوصول. Numéro de vol, numéro de vol,
رقم الطيران، نيميرو دو فول رقم الطيران المقصود رقم الرحلة، لو فول المقصود بالطيران. نتكلم هنا عن طيران الطائرة التي سيأتي فيها، إذا نتكلم عن الرحلة نيميرو دو فول ثم ايروبور، ثم نتكلم عن المطار لايروبور. إذا تكتب أيضا معلومات عن المطار الذي سينزل فيه، غازار النوتيل، غازار النوتيل، احجز فندقا، سالوفارب غازارفي هذا فعل حجز، نوت توت لي رينيون بريفي دون لونتربريز. ثم عندنا نوت، ثم سجل توت لي رينيون، سجل كل اللقاءات كل الاجتماعات بريفي المرتقبه، بريفي المرتقبه دون لونتربريز في الشركه. نوت يعني سجل، سالوفارب نوتي، سالوفارب نوتي هذا فعل سجل يعني انك تاخذ معلومات على شكل نقاط. نوت توت لي رينيون بريفي دون لونتربريز، اذا سجل كل الاجتماعات المرتقبه في الشركه. نوت توت لي رينيون بريفي دون لونتربريز، اذا سجل كل الاجتماعات كل اللقاءات بريفي المنتظره او المرتقبه دون لونتربريز في الشركه. ثم بريبار، سالوفار بريباري هيئ، سالوفار بريباري هذا فعل هيئة، ماذا تهيئ؟ بريبار اون هيئ واحدة، ثم تستدرك ما جيفة تقول دو سورتي اون فونكسيون دو لا ميتيو. بريبار اون إذن هيئ واحدة، دو سورتي اون فونكسيون دو لا ميتيو، إذن هيئ واحدة أو هيئ خرجتين، هيئ خرجة ثم تقول هيئ خرجتين. بريبار اون هيئ واحدة، ثم تستدرك فتقول prépare deux sorties en fonction de la météo، إذن هيئ خرجتين حسب الحالة الجوية، هيئ خرجتين حسب الحالة الجوية. prépare une المقصود prépare une sortie، إذن هيئ واحدة، هيئ خرجة، ثم تقول deux sorties خرجتين en fonction de la météo، en fonction de la météo حسب الحالة الجوية. ثم يقول سيباستيان دو لا ميتيو، دو لا ميتيو حسب الحالة الجوية. ثم سيباستيان يقول مستغربا دو لا ميتيو، دو لا ميتيو لحالة الجو المقصود حسب حالة الجو، لحالة الجو المقصود حسب حالة الجو. إذن هو يريد أن يعرف لماذا عليه أن يبرمج خرجتين حسب الحالة الجوية، إذن فيقول دو لا ميتيو، دو لا ميتيو. إذن فتقول ماجي بون وي، tu ne vas pas lui proposer de visiter le Louvre par un temps magnifique ou une promenade sur les Champs-Élysées un jour de pluie. Et d'un même, tu ne vas pas lui proposer. Un talent t'aqtarah alayh. Proposer un iqtarah. Tu ne vas pas lui proposer. Un talent t'aqtarah alayh. Adna le verbe proposer. Le verbe proposer maqsoud bi iqtarah. Tu vas proposer, yani anta sataqtarah. Tu vas proposer, yani anta sataqtarah. تكلمنا فيما سبق عن le verbe alayh. عندما يأتي أمام الأفعال فتتكون عندنا عبارة تعبر عن المستقبل القريب. تحدثنا فيما سبق عن الأفعال التي تكون مسبوقة بفعل ألي، كما عندنا هنا تيفا هذا الفعل ألي. إذا الأفعال التي تأتي مسبوقة بفعل ألي تفيد بأنها ستحصل قريبا، إذا فيكون المعنى بأن ستحصل قريبا. تيفا بروبوزي يعني أنت ستقترح قريبا. تي نو فا با بروبوزي، تي نو فا با بروبوزي يعني أنت لن تقترح. Tu ne vas pas lui proposer يعني أنت لن تقترح له، يعني أنت لن تقترح عليه دو فيزيتي لو لوفر، أنت لن تقترح عليه زيارة لو لوفر. المقصود بهنا لو ميزي دو لوفر، إذا نتكلم عن متحف اللوفر المشهور والمعروف بفرنسا. إذا tu ne vas pas lui proposer de visiter le Louvre par un temps magnifique، par un temps magnifique. إذا أنت لن تقترح عليه زيارة اللوفر في جو جميل أو إن بروموناد سور لي شون إليزي، أو تقترح عليه إن بروموناد نزهة سور لي شون إليزي أن جور دو بلوي. بون وي، تو نو فا با لو بروبوزي دو فيزيتي لو لوفر باغ أن طون مانيفيك أو إن بروموناد سور لي شون إليزي أن جور دو بلوي. إذا نعم، أنت لن تقترح عليه زيارة اللوفر، المقصود هنا لو ميزي دو لوفر متحف اللوفر بفرنسا المعروف، أنت لن تقترح عليه زيارة اللوفر في يوم جميل او ان بروموناد، ولا ان تقترح عليه نزهه سور لي شون اليزي، سور لي شون اليزي. كما نتكلم عن حقول الاليزي، المقصود هنا الشوارع
تسمى لي شون إليزي، أن جور دو بلوي، في يوم للمطر، في يوم للمطر، المقصود في يوم الممطر. سور لي شون إليزي، إذا نتكلم عن شوارع معروفة بفرنسا تسمى لي شون إليزي، أن جور دو بلوي، أن جور دو بلوي، في يوم للمطر، المقصود في يوم الممطر. Sébastien, je crois que ça va être encore plus compliqué que j'imaginais. Idem, je crois en Adam que ça va être encore. Idem, بأنه سيكون زيادة plus compliqué, أكثر تعقيدا. نقول عن شيء بأنه compliqué, يعني أنه معقد. Plus compliqué, يعني أنه أكثر تعقيدا. Que j'imaginais, من الذي كنت أتصور. Idem, أظن بأنه سيكون أكثر تعقيدا من الذي كنت أتصور. Idem, نكتفي بهذا القدر حياكم الله. وإلى لقاء قادم بإذن الله.